أتريوس. صاده 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 صاده. أتبول. كذاب. الجميع مرتاح مثلي. هذاك الكذاب الثاني بعد هاربين وقالوا الحين تبولون. هلا والله شباب في حلقة جديدة من لعبة God of War. في إيقاف حرب راجناروك وصلنا مكان حليو، وصلنا حق هذا اللي يسمونه إله الحرب تير. طبعا إله معناته مو الإله الإله، استغفر الله، الإله يقصرون البل هو السيد الحرب، أي هذا اللي يسمونه تير. وصلنا إليه ولكن طلع أنه متحطم نفسيا وجبان وجا حتى رمح مراد يحمل، فضميناه ويانا وديناه بيت الأقزام. وهذه لأول مرة في السلسلة شباب نقدر نحرك ونستخدم ونلعب شخصية أتريوس، شخصية خفيفة ومرحة. ما بطول عليكم شباب، قناتي بعد هي صغيرة، فحبذا لو تدعمني بلايك واشتراك وخلنا نبدأ حلقة اليوم. حلو الشخصية، شوفوا شوفون شبابها خفيفة. ها عندك أسهم، عندك الضربة هذه بعد، أنا رأيكم إياها بهالطريقة، وعندك أسهم وعندك فشخصيته حلوة بعد. إيه وصل 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 وصل. افترضوا أن فريا قريبة. الحين إحنا في مهمة، أتريوس راح في مهمة للبحث عن فريا اللي هي أم اللي هو بولدر. انت اذا متابع القصة فراح تعرف، اذا مو متابع القصة ف ما اقدر اقول لك شوف الضرب بس اللي في اللعبة. فريا شباب ام ام بولدر، هاي المهايط اللي قتلناه في الجزء السابق شباب. نبي قتال شباب عشان اراويكم شلون قاتل بشخصية أتريوس. اهلا بمن في الاسفل. اهلا، عدت الى صوابك الان. اجل ايه طلع سندري، لا طلعنا ويا سندري شباب. اوه هل لديك شك؟ اوه هاي شنو هذا؟ رامي اسقاط القاء. هو افضل من الندم. لا اوافقك على الراي، ولكن شخصيه مرحه والله، شخصيه مرحه أتريوس شباب. اول مره نلعب شباب شخصيه أتريوس. هي فريا، ماذا؟ الا يمكنني زياره صديقه قديمه؟ لا ضرر في ذلك صحيح، اعني حقيقه انني السبب في موت ابنك لا تعني. حسنا، من الاحرى تجنب ذكر ذلك. ماذا يا فريا؟ يخطط اذا التقى بالبن فيريا وش يقول لي؟ ها هذا سؤال عظيم. اكيد شكله قدام. انتهى امري. من هذه؟ هذه في هذه فيريا شباب. صير الضرب شكله الحين. لما لم تلازم سندري؟ مهلا، توقفي. أبوك أين هو؟ ليس هنا. هو أرسله؟ لأن قتلنا ابنها شباب، فهي حاول تنتقم من كريتوس شباب. سلبني ابني. بال؟ لما تظن أنني لن أفعل مثله؟ تعوذي بالله يا مرأة، تعوذي بالله. تراهن على حياتك بهذا؟ ماذا تعرف عني؟ لم تقتليني بعد،
لذا حرريني كي أخبرك سبب مجيئي. إن جئت لك ناوي على الشيطان هذي والدك فمصيره محتوم. لكنك تعلمين من الملام. لا يسعني بلوغ أذن، لا أحتاج ذلك. راغناروك ستهتم به. حقا؟ ماذا إن أخبرتك؟ هاي زعلانة علينا شباب لأن قتلنا ولدها. وعرض علينا إحلال السلام. سيتمكن من ردع راغناروك. إنه كاذب. ربما، لكن في نبوءة جروة تعرفين أن الأمر بيد العمالقة. العمالقة ينتظرون حربا في يوتنهايم. لا، كنت هناك. لا جيش للعمالقة، لا يوجد أحد. كنت وحدي. يوتنهايم، وجدنا الحقيقة. والدتي الراعية الأخيرة في ميدغارد. وشيء آخر، يذكرني العمالقة في النبوءات ويسمونني لوكي. أظن أنه يفترض أن أوقف أودن، أعتقد. لكن مع موت العمالقة وعدم قتاله سيفوز بالفعل. لما لا نتعاون معا؟ يمكنك القتال. أنا لن أستطيع. حسنا، لكن وجدنا تير. ربما لو كلمته. تير حي؟ أجل، حررناه من سفارت الفايم. مستحيل، يصعب التنقل بين العوالم التسعة. لا، وجدنا السبيل، لكن نجهل ما التالي. لكن إن تعاوننا جميعا. كفى. بال، استعيذي بالله يا مره، استعيذي بالله يا مره. يا الترس لا تقل لها تعاون له. ارحل بلا رجعة قبل أن أغير رأيي، ولا تأمل الرأفة ذاتها بأبيك. سكين كريتوس. كريتوس شباب الكل حاط عليه العداوة. خل نمشي قبل تقتلنا. هذه مو صاحية، هذه من مات ولدها وهي مو صاحي كلش. حتى طريقة فتح الصندوق بعد غريب بعد. يعني لوكي طلع في النبوءات هو يقصدون أتريوس اسمه الثاني يعني. حلو. شوي قاعد نعرف القصة شباب، تمشي جاي خطوة بخطوة شباب تعرف القصة. اللي فاتت الحلقات اللي طافت شباب يروح يدخل على قناتي وشوف الحلقات، عندي 7 حلقات شباب. اوكي. عافية عليك أتريوس. اين قلادتك؟ ها؟ اوه، كنت افكر وتخلصت منها. اخذتها صحيح. ما يعترف. حظك. اذا اخبرني، كيف كان شعورك اثناء الفوضى؟ انا وصل للنواحيل زين. عشان رايكم طريقة القتال كذي شباب؟ هالطريقة نضرب بالسهم. نعم، اعطى هذي، اعطى واحد من هذي. فرباتوتا. حلو، تعب. اقعد يلا. بال اعطى كربابوتا سكيافة. ها، احتاج لحظة.
هذا الـ هذا الـ يخاف ما يتضارب هذا ال الوياي شايل ليه وبطيخه. ارمي البطيخه خلينا نشوف. رمي البطيخه خلينا نشوف. مو راضي يرميها. ها رمي البطيخه. ها انا اقول له مربع. رمي البطيخه قبل ان يحاول شيء اخر قتلنا. اجل فكره جيده. اكره هذا، ولكن هل سنخبر اباك بما حدث؟ نعم سوف نخبره. مستحيل سيقتلك. ان خبرت كريتس انتم طالعين من غير اذن اللي قتلكم. قول اسماك. ها ساخبرك في طريق العوده. هل لا يتوقفون؟ يابا سندري رم عليهم بطيخة قدام يا غبي. عطها سكيافة. يا 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 شخصية رهيبة. شخصية وايد رهيبة. عطهم واحدة. الفهايم ماذا قلت؟ قبل ان تولد بكثير وقع حادث في كور الحدادة. بروك مات. لم اتقبل الامر. ذهبت الى بحيرة الارواح في الفهايم لاستعادته خلصة. حاولت جحافل من الارواح ايقافي. ما زلت اشعر بهم يزحفون على جلدي. الامر هو لم اتمكن من استعادة الا 3/4 روحي. سندري بروك ظن أنه فقد وعيه. كنت أكذب عليه. هذا الأمر كان يؤرقني مؤخرا. عليك إخباره، حقه أن يعرف في الوقت المناسب. ممكن نجي مع كريتوس في المستقبل شباب هنا. هذا أمر مختلف. سندري مر بظروف صعبة وقاعد يتكلم ويا أتريوس يقول راح بحيرة لو شيء. يضحك ضحك ركضته. وصله وصله وصله. اعطى واحدة هذا سكيافة ما شنو هذا كمان. رمى عليه بطيخة. رمى عليه منجل. ايش فيك انت احمر؟ ها ايا يكن احسنت صنعا. طلع اشياء غريبة يا عجيب السندري. بطيخة ويرمي عليهم حجر تولع. قرارا لم يكن من شأني. ترى من درى كريتس ان احنا هاربين راحت علينا. هيا بنا. اكره العودة للمنزل خالي اليدين بعد فشل تير. أردت فقط أن تمهل أيها العملاق الصغير. ربما لم يكن تير كما توقعته، لكن فشل ذريع أنقذته من مصيره البائس. هذا يعني شيئا، وربما سيساعدنا لاحقا بطريقة ما. ربما، لكن لن يتحمل أبي. يا زعم إلى حرب هذا تير طلع له جبان. دعنا لا نزيد الأمور سوءا بانكشافنا. عندما نصل هناك سأخفي أثارنا عند البوابة. منكسر ومتحطم. يعني هذه حرب اللي مربها مع أودن قبل شكل شباب. تجربة سيئة إليه. هيا هيا هيا. يا ويلك يا سواد ليلك إذا. ما أخشى أن أثق فيما يدفعوننا إليه. أثق في حكمتهم وهذا أقرب شيء للاستماع لهم. إيه إيه. أمتأكد أنهم لن يجنحوا للحرب. اتسموا بالحكمة وهذا يميل بهم إلى اختيار السلم. أخي الصغير لا داعي للقلق. أتريوس صادة 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 صادة. أتبول. كذاب. الجميع مرتاح مثلي.
هذاك الكذاب الثاني بعد هاربين وقالوا الحين تبولون. با جاب الاكل وقام خاطر اشوف كريتوس ياكل خاطر اي انما ذاق الطعام افضل. اول مره في اجزاء جود اوف وار اشوف كريتوس ياكل. موافق. ماذا اتريوس؟ كنا نخطط للقادم. كريتوس ياكل. شوف القرعه شبه هيبه هيبه الشخصيه وادي الهيبه وادي الهيبه الشخصيه شباب. هذه حلقة اليوم شباب، ان شاء الله عجبتكم، ان شاء الله استمتعتم وياي. لا تنسوا تدعمني بلايك شباب واشتراك، خلينا نوصل 1000 مشترك في اقرب وقت قبل نهاية السنة شباب. امبي قبل نهاية السنة احنا موصلين 1000 مشترك في هذه القناة. اوكي شباب، تقدرون توسونها شباب؟ تسوونها؟ ما تقدرون؟ انتم قدها وقدود، قدها وقدود شباب، توصلوني 1000 مشترك في قصدي قبل نهاية السنة. اوكي شباب، هذه حلقة اليوم، وانا ما بقصر عليكم يعني، راح انزل لكم محتوى، احاول كل يوم يا شباب، كل يوم احاول انزل لكم محتوى شباب. ف هذه حلقه اليوم شباب، السلام عليكم.